السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة صعبة جدا جدا على كل محبين الفنانة دلال عبد العزيز، انهيار وصراخ وبكاء الفنانة ميرفت أمين عند رؤيتها طبعا لدفنة الفنانة دلال عبد العزيز. مش هي بس اللي حزينة، مصر كلها والعالم العربي كله زعلان. هقول لحضراتكم وتشوفوا لحظة انهيار ميرفت أمين صديقة عمرها، وكمان بعض من مشاهد الدفنة والجنازة، ولحظة خروج الفنانة دلال عبد العزيز من المستشفى الشيخ زايد، وانهيار دنيا وإيمي سمير غانم. مش طالبة من حضراتكم غير تدعو لها بالرحمة وبالمغفرة، وتدعو لبناتها ربنا يصبرهم لأن وضعهم صعب جدا جدا. توفيت بالأمس الفنانة صاحبة الوجه البشوش الجميلة دلال عبد العزيز بعد شهرين من وفاة زوجها عن عمر يناهز 61 عام. حزنتنا جميعا، وكلنا ما كناش مصدقين ان الاب والام هيفترقوا ورا بعض، ولكن فعلا الاستاذة دلال عبد العزيز كان قلبها حاسس، وده اللي الطبيب المعالج قاله. قال هي كانت حاسة بوفاته ولكن مش عايزة تقول، بس عقلها الباطن هو اللي رافض، وده اللي ما كانش بيخليها تستجيب للعلاج ابدا. احساسها النفسي واحساسها ان زوجها مش موجود معاها، ده اللي كان بيخلي العلاج الاطباء في النهاية قالوا لهم مفيش حل تاني، هي ما بتستجيبش انها تتعالج. لحظة خروجها من المستشفى شفنا طبعا حسن الرداد وكمان رامي رضوان ودنيا وإيمي راحوا على مستشفى الشيخ زايد علشان ياخدوا جثمان والدتهم تمهيدا لدفنه في طبعا مقابر مع زوجها سمير غانم. لحظة مبكية ومحزنة، وكان باين عليهم كل علامات الحزن والأسى. الله يكون في عونهم طبعا، موقف لا يحسدوا عليه، موقف صعب جدا. انهارت الفنانة ميرفت أمين، وانهارت الفنانة كمان إلهام شاهين عند لحظة خروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز. معظم فنانين الوسط الفني متواجدين الآن عند المقابر لتشييع دفن وجنازة الفنانة دلال عبد العزيز. يسرى في الصورة اللي حضراتكم شايفينها كانت في جنازة سمير غانم، اللي بالنهار حضرت الجنازة وبالليل كانت بترقص على أنغام عمرو دياب. بالمناسبة عمرو دياب المرة دي عمل حاجة كويسة، نشر صور من حفله بالأمس، طبعا حفلة ومنشر الصور بتاعتها. بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز في نفس اللحظة اللي بنشر فيها الصور حذف كل الصور تاني ونزل نعي للفنانة دلال عبد العزيز، وكمان المرة اللي فاتت كلنا انتقدنا، المرة دي لازم نشيد بيه. بننتقد كمان الفنانة يسرى صديقة عمرها في الجنازتين، كان المفروض يا جماعة تكون متواجدة مع بنات سمير غانم، وضعهم صعب، وأتمنى من كل الفنانين ومن كل الناس إنها تقف جنبهم بالدعاء وإنهم يدعي لهم ربنا يصبره. محدش فينا مصدق الوفاة بتاعة دلال عبد العزيز، ولكن لكل أجل كتاب. الموقف هو اللي صعب، كلنا زعلانين وكلنا بنقدم خالص التعازي للفنانة، لأسرة الفنانة دلال عبد العزيز، دنيا وإيمي العائلة الصغيرة اللي محتاجة كل دعم مننا بالدعاء. الفنانة هيتم تشييع جثمانها عقب صلاة الظهر مباشرة، يعني كمان ساعة أو ساعة ونص بالتحديد هتدفن الفنانة بجوار رفيق عمرها وشريك عمرها الفنان سمير غانم، اللي طالما سألت عليه آخر كلمة، آخر كلمة دايما كانت بتقولها، مش بس آخر كلمة، أنا عايزة أشوف سمير، هو سمير عامل إيه، قولوا له أنا بخير علشان ما يكونش حزين أو زعلان. توفت بدون علم ان زوجها توفى، ماتت وهي فاكرة ان هو عايش وبيساند بناتها. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر زويها. بطلب من حضراتكم بس الدعاء لبناتها وليها. شكرا، سلام عليكم.